الأخت تسأل عن مشاركة أهل الكتاب في أفراحهم عاداتهم وليس في أمور دينهم. أهل الكتاب أوصانا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم، وجاء في الحديث الصحيح أن جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم، له حق الجوار وله حق القرابة أن يكون قريبا ومسلما وجارا. والجار الذي له حقان هو له حق الجوار وله حق الإسلام. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي كان يزوره، اليهودي الذي أسلم في آخر حياته وفي آخر زمن دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به في سكرات الموت، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر ذلك الغلام لأبيه كأنما يشاوره، قال له أطع أبا القاسم. قال فشهد شهادة الحق، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي الحمد لله الذي أنقذ بي نفسه من النار. شاهد من ذلك أن الجوار يحسن إليهم، يهدى إليهم ويقبل هديتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدايا، قبل هدية النجاشي وكان مسلما، قبل هدية المقوقس وكان على غير الإسلام، أرسل له المقوقس بغلة وأرسل له جارية وأرسل له طبيبا، فقبل البغلة وقبل الجارية ماريا ورد الطبيب، وقبل عباءة أو بردا من ملك أيلة، وقبل حلة من أكيدر دومة. إذن قبل الهدايا من غير أهل الإسلام، قبل الهدايا من غير أهل الإسلام وكان يجازي بمثلها. إذن هنا لا حرج في قبول هديتهم ورد الهدية، الإحسان إليهم من باب الإحسان ومن باب التأليف، وإن نوى فيها الإنسان أن يؤلفهم وأن يدعوهم الإسلام أن يكون سببا لعرض أخلاق الإسلام ولعرض هدي الإسلام ولعرض سماحة الإسلام، فلا حرج في ذلك. لكن ما كان طعامهم حل حتى الذبيحة بشرط أن هذه الذبيحة لا تكون لوسن ولا تكون لصنم ولا تكون لعيد قربة بمناسبة عيد. أي نعم، سماية كرامة هم ما عندهم سماية، لكن إذا كانت قربة إن كانت قربة دينية فلا يجوز. أما إن كانت في عموم ما يصنعونه من ولائمهم فلا حرج أن يطعم الإنسان منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة سمي الله وكلي، سمي الله وكلي منها. نعم، أكرمك الله شيخ الكريم. طيبة لحياة طيبة.